السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عندي جدول وحاسس إن فيه أرقام متكررة، ممكن أعمل سيلكت عليه وأروح لداتا وأقول له ريموف دوبليكيت، فهو بيبدأ يقول لي أنت عايز تعمل سيلكت على إيه، وأقول له أوكي، فهو بيبدأ يشوف إيه الأعمدة اللي متكررة ويبدأ يلغيها. يعني هو هنا لغى أنهي عمود؟ لغى عندي أركتكتشر إيه 101 وأركتكتشر 101، الاتنين متكررين، فبقول له ريموف دوبليكيت بيلغي لي الحاجات اللي متكررة.